وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو الجديد. لأول مرة أشوف القناة نقول لكم مرحبا بك، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بهكذا يصل كل جديد فيديوهاتي. واللي مشتركين في القناة نقول لكم مرحبا بكم، القناة قناتكم. اليوم راح نشوفوا تكملة الحل موضوع السابق. هذا الموضوع راح يكون في اللغة الإنجليزية، راح تلقوه في القناة العديد من الفيديوهات، حاولوا أنكم تراجعوا عليها. كاين مجموعة كبيرة من الفيديوهات اللي تقدر تعاونكم في المراجعة للفروض والامتحانات، موجود سنة أولى متوسط، ثانية متوسط، وسنة رابعة متوسط لغة إنجليزية، لغة فرنسية، ومواد عديدة. نتمنى لكم التوفيق، راجعوا على فيديوهاتي واكيد راح تفوقوا في وتجيبوا نتائج مليحه ان شاء الله في الامتحانات وفي الفروض. هذا الموضوع ديجا كنا بدينا فيه في الفيديو السابق، وهذا راح نشوفوا التكمله تاع هذا الجزء. باه ما يجيناش الفيديو طويل بزاف، راح نديروه هنايا. نبداو ماستري اوف لانجويج. اوكي، ماستري اوف ذا لانجويج هي قواعد اللغه. تاسك 1، اي ريد ذا ستيتمنت ذا سنتنسز and circle the correct answer. يعني هنا أقرأ الجمل و أحيط على الإجابة الصحيحة. أعطاني هنا this is her room. This is her room. هذه غرفتها. Okay. It's قولوا her ولا نقولوا it's hers. وين اللي نخيروا فيهم؟ هنا واش نقولوا؟ هنا نقولوا it's hers. اوكي، هذو البوسيسيف برونون. اوكي، possessive pronouns يعني الضمائر الملكيه. This is her room. اوكي، ما نزيدوش نقولوا it's her. اوكي، هذه غرفتها، انها ملكها، انها ملكها. اوكي، this is her room. It's hers. نحيط على هذه. اوكي، وش راح نقولوا؟ يعني هنقولوا it's hers. اوكي، it's هذه هي نفسها it is. اوكي، it is hers. هذا اختصار فقط لل it. اوكي، ل it is نقولوا it's. هذا تقليص فقط. عندنا رقم 2، شو نقول هنا؟ is this yours؟ نقولوا is this your ولا yours house. اوكي، هذا this is a question، هذا سؤال. is this نقولوا is this your house ولا نقولوا is this yours house. كي نقولوا yours ما نزيدوش وراها كلمه. اوكي، اذا شو حنقولوا؟ is this your house. هل هذا منزلك؟ اوكي، هنا راح نقولوا منزلك، ماشي نقولوا كل شيء. راح نقولوا هل هذا ملكك؟ نقولوا is this yours. اوكي، هنا نكتفيو بيورز فقط، ما نقولوش yours house. اوكي، راح نقولوا is this yours. كي تعود ما كانش كلمه واحده اخرى، يعني yours هي الاخرى، راح تكون is this yours، هل هذا ملكك. لكن هنا قلنا، حددنا، قلنا house. اوكي، is this your house؟ هل هذا منزلك؟ اوكي، is this your house؟ وش راح تكون؟ راح تكون الإجابة، السؤال هو is this your، اوكي نقولوا your ما نقولوش yours، your house. كيف تجينا سؤال صحيح، هل هذا منزلك؟ is this your house؟ هنا نديرو your. هنا that sofa belongs to me. It's هذه الصوفة، هذا الفوتيل يعني يعود إلي. That sofa belongs to me، يعني هذا يعود إلي، يرجع إلي هذا الحاجة، يعني تاعي. واش نقولوا؟ It's mine. لاحظوا كي تكون ما كانش هنا كلمة واحدة أخرى، راح نقول وراء هذاك الضمير، راح نقول mine. اوكي، ما نقولش it's my. هنا لأنه كون نقول it's my it is my، لازمني نزيد حاجة، لازم نحدد وش هي الحاجة هذيك. اوكي، وش الحاجة اللي تاعي؟ بصح كي نقول it's mine، إنه ملكي. اوكي، لأنه كي تعود كيما هنا
مثلا her كما هنا her، هنا تجي المعنى مش تام، نقول انا this is her يعني هذه، واش هذا هو كأنه ضمير فقط. الهير هذه وش هي الهير؟ her room. اوكي her room يعني هذه غرفتها. اوكي هذه راح تكون هي الضمير فقط، الكلمة ما كانش. that sofa belongs to me يعني هذه سوف تعود إلي. it is mine. اوكي mine، إذا الإجابة وش راح تكون؟ نقول that sofa it's that sofa belongs to me. it is، لاحظوا هنا it is ولا it's. اوكي هنا اختصار فقط، هذه نفسها it's it is. اوكي هنا كي نحب ندير هذه نرجعها ك it's. it is mine، انها ملكي. هذه هي اجابه. task 2 I complete with can cannot. can وش هي؟ هي استطيع. can't كانت هي cannot، هي اختصار لكلمة cannot يعني النفي تكان. كان أستطيع، كانت لا أستطيع، كانت ولا cannot. أوكي هنا هاي can not هي نفسها كانت. أوكي اختصار فقط، نفس هذيك تقبيلة it is هي نفسها it's. أوكي هذه هي فقط، هذا مكان، هذا هو، هذه للتوضيح فقط. عندنا هذه كانت يعني لا أستطيع، لا أستطيع ولا لا يستطيع. كان هي يستطيع. أوكي نرجع للتمرين. هنا أحمد شو نقوله؟ أحمد كان eat in the kitchen. أوكي أحمد كان eat in the kitchen يعني يستطيع التناول الأكل في، يستطيع تناول الأكل في المطبخ. أوكي راح نقوله كان. The task 2 الأولى وش حتجي؟ أحمد كان، أوكي كان eat in the kitchen. هذه نكمل هنا كان eat in the kitchen. سلمى sleep in the bathroom. sleep ينام ولا تنام in the bathroom يعني احنا راح ننامو في الباثروم. no bathroom هو الحمام يعني take a bath. okay I can take a bath in the bathroom. I can wash my face in the bathroom. صح. I cannot sleep. okay سلمى cannot. okay هنقولو سلمى can't. okay can't ولا cannot. can't sleep in the bathroom. لا تستطيع النوم في الحمام. you watch TV in the living room. living room هي صالة الجلوس. yes you can watch TV. you can. okay you can watch TV in the living room. okay you can watch TV in the living room يعني نقدر نشاهد التلفاز في صالة الجلوس. I brush my teeth in the stairs. brush my teeth يعني أفرش أسناني وين؟ in the stairs. in the stairs stairs اللي هو درج. okay دروج هنا يا. استطيع ولا لا استطيع فرش أسنان في الدرج؟ I can't. okay لا أستطيع. I can't brush. I can't brush my teeth. I can't brush my teeth in the stairs. لا أستطيع فرش أسناني في الدرج. okay هذه منطقية. task 3 I say whether H is pronounced يعني إذا كانت الأش منطقة or silent in the following words يعني أعطانا مجموعة من الكلمات وأنا نحدد وين راح تكون pronounced يعني منطقة وهنا silent اللي هي صامتة. هذه الكلمة كامل تعرفوها اللي هي yes house. house
إذن منطوقة لهنا. أوكي هنا راح تكون هاوس، هذه راح تجي لهنا. أوكي في الإتش pronounced H منطوقة هاوس. لاحظوا هنا يا وات، وات وكأنه غير موجودة. أوكي وات راح تكون سايلنت، صامتة، سايلنت H. هنا ننطقها إس، هذه كذلك تعرفوها هير، هير تكون منطوقة هنا ها هير. أوكي pronounced H. our، our، our هنا وكأنه غير موجود، وكأنه نطقنا غير our. أوكي our هنا راح تكون في silent H. situation of integration writing expression. I write paragraph to describe my house. أكتب فقرة لي وصف منزلي. size يعني الحجم، big ولا small. floors يعني الطوابق، downstairs upstairs. downstairs هو الطابق السفلي، upstairs الطابق العلوي. rooms الغرف، واش كاين موجود في الغرف، كاين kitchen مطبخ، bathroom والى اخره bedroom. okay living room dining room. my room، my room ولا my bedroom. okay غرفتي. هنا تقدروا تكتبوا، حاولوا انكم تكتبوا الفقرات وتخليهم لي في التعليقات. اكيد راح نشوف تعليقاتكم وراح نصحح لكم الاخطاء تاعكم. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، نتمنى انه افادكم هذا الفيديو. شاهدوا باقي الفيديوهات، نتمنى لكم التوفيق. راجعوا مليح الدروس تاعكم وان شاء الله موفقين في الامتحانات. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. نقول لكم سلام.